الثامن عشر من يونيو الماضي كان موعدا لاختيار رئيس جديد يقف على قمة الهرم الأزرق ومواصلة الطريق المعبد بالإنجازات والأفراح. حسم الموقف. الرئيس العشرين في تاريخ الزعيم الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، الشاب الطموح انبرى لتحديات كبيرة وعديدة للإبقاء على الهلال منافسا وبطلا كما تعود محبوه. بدأت المهمة. أولى الملفات البحث عن مدرب يرسم خارطة الطريق للبطولات ليتم التعاقد مع المتمرس الروماني رازفان لوشيسكو لمدة عامين. ويواجه بن نافل تحد آخر يتمثل في الحفاظ على نجوم الفريق وتدعيم الصفوف بآخرين لمواصلة المنافسات على البطولات المحلية والقارية. وبالفعل تم حسم أحد الملفات الشائكة وإنهاء شراء بطاقة البيرو في كاريلو من ناديه البرتغالي بنفيكا. مهمة أخرى للرئيس الشاب استمرار نجوم الفريق والذين يمثلون ركيزة أساسية للفريق الأزرق. فتم التجديد للنجم محمد الشلهوب لموسم إلى جانب أحد أهم العناصر سالم الدوسري لثلاثة مواسم، وكذلك محمد جحفري لأربعة مواسم، إضافة للمحافظة على الشاب متعب المفرج وتمديد التعاقد معه لخمس سنوات مقبلة. تواصل عمل الإدارة الزرقاء في الميركاتو الصيفي وحضرت بعدة تعاقدات على المستوى المحلي والأجنبي بغية زيادة قوة الفريق ومعالجة مكامن الخلل، ونجحت في استقطاب نجم نادي فلامنغو البرازيلي الكولومبي كويلار، كما كسبت خدمات أحد أبرز المدافعين في القارة الكوري جانغ هيون سو، واستعاد الفريق السوري عمر خربين من بيراميدز المصري. لم يتوقف العمل خلال فترة الصيف وحتى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات لجلب ما يفيد الفريق، لتنهي الإدارة التعاقد مع الثنائي المحلي صالح الشهري وأمير كردي. في المقابل أزاحت إدارة النادي العاصمي بعض الأعباء المالية عن النادي بإغلاق ملف السداسي الأجنبي العماني علي الحبسي والأسترالي ميلوس ديجينيك والإسباني ألبرتو بوتيا والمغربي أشرف بن شرقي والأرجنتيني سيروتي والإسباني جوناثان سوريانو. تواصلت عجلة العمل بالدوران، فأخذت الإدارة على عاتقها زيادة المداخيل المالية وجلب عدد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على النادي لتسجل نجاحا آخر في إبرام خمسة عقود مع عدد من الشركات الاستثمارية على المدى البعيد لدعم ومضاعفة المداخيل المالية لأزرق العاصمة. كل هذا العمل انعكس إيجابا على مسيرة الزعيم، فالفريق يتصدر حاليا الترتيب العام للدوري ومن دون أي خسارة، إلى جانب وصوله لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا وسط استقرار فني وإداري كبير. كل هذه الثمرات كانت وسط عمل دؤوب بعيدا عن صخب الإعلام وقلة في الحضور الفضائي، إيمانا من الإدارة بأن العمل بصمت تظهر بصماته أكثر. إدارة صامتة لا تتحدث، صح ولا غلط؟ إدارة هادئة فعلا، وهذا الشيء يحسب لها بصراحة. احتوت أكثر من أزمة كانت ممكن تصير في الفترة الأخيرة بصمتها وهدوءها وتركيزها على المطلوب. يعني الجماهير تريد الفريق يفوز بالدوري ويفوز دوري أبطال آسيا، وهذا العمل اللي هو التركيز عليه. ما تشتتوا بكثير قضايا جانبية تم إثارتها بالفترة الأخيرة، وركزوا بعملهم هم نفسهم كنادي وكفريق، وهذا الشيء يحسب لهم. حتى بمسألة الصفقات، بمسألة تعديل بعض الأمور وجودة الفريق، بمسألة اللاعب المحلي بجانب اللاعب الأجنبي، حافظوا على هذا التوازن اللي موجود واللي بيخلي الهلال دائما قادر يلعب بأكثر من جبهة بدون ما يواجه مشاكل. يحسب لهذه الإدارة قدرتها على احتواء أي أزمة قبل ما تتحول لمشاكل وتتحول لجدل يومي في الإعلام. عبد العزيز، والله شوف تركيبة بصراحة، يعني حالة أنا بالنسبة لي لما أشوف مسلسل إدارة الهلال، مسلسل الإدارات الهلالية، حقيقة الإدارة هذه جت في وضع في أزمة. أنت لما تتحدث عن إدارتين سابقة قبلها، إدارة سامي جابر، إدارة محمد بن فيصل، حتى بين إدارة محمد بن فيصل وإدارة سامي جابر كان في مشاكل. جت الإدارة هذه، أنا من الناس اللي كنت أتوقع استمرار برضو لعجلة المشاكل، بس كيف احتوت الأزمة وكيف طلعت من الموضوع هذا كله حاجة تدرس بصراحة. ثقافة جديدة، أنا لما أقول ثقافة جديدة نقول ثقافة الرؤساء الجدد. لما تتكلم على مثلا بن نافل، تتكلم على سويك، تتكلم على رئيس النادي الأهلي، تشوف هذول الثلاثة الجدد، الصمت والعمل. تشوف القدام اللي بعد أي مباراة يطلعون ويصرحون. لو تشوف الدوري، انت تجي على الإدارتين هذا، حتى لما تحصل أزمات، حتى لما نشوفها أزمة، خلينا نقول مثلا مشكلة 170 ما لها دخل الإدارتين، عازلة نفسها. حتى بعد الفوز على السد
والأفراح والانتصارات والأشياء وبيركبها مجموعة يركب الموجة هذه الإدارة الهلالية ما طلعت، مع أنها يفترض أنها في اللحظة هذه يطلعون، يطلع رئيس الهلال، يطلع العضو الداعم لهم وليد بن طلال، ولكن العالم لا، في ميدان إداري جالسين يشتغلون عليه في هدف غير هم معلن داخل ولكن ما أعلنوه، تخفيف الضغط. لذلك يقول لك من السذاجة أنك تجرب نفس التجربة وتبغى نتائج مختلفة. حتى لما حضروا هم الآن ممكن الهلال في أكثر من إدارة كان يغير مدرب، كان يغير مجموعة من اللاعبين، أنا أقول مع احترامنا له هذا الفرج موجود السنة دي لما جابوا مثلا إداري خبير اللي هو سعود كريري برضو عنده خبرة سواء اللاعب أو حتى في البطولة الآسيوية عنده خبرة برضو في الوصول للمراحل المتقدمة هذه. فلذلك يعني اشتغلهم في الميدان الإداري، الشغل الفني للمدرب، حتى الشغل الفني لما حضروا ما فكروا بتفكير والله ما أبغى اللاعب هذا يحسب على الإدارة السابقة، لا، بنوا على شغل الإدارات السابقة، أحضروا كويلار، أحضروا المدافع الكوري، غطوا زي ما نقول الرتوق الفنية الموجودة عندهم ومشوا الفريق. الشيء الآخر أبغى أتكلم عنه الوليد بن طلال، كيف عملية التوازن، أنه ما شكل ضغط حتى على الإدارة. إحنا نعرف المشرفين العامين على الإدارات هاي تلقاه يتدخل في كل صغيرة كبيرة، يعني ما في، إحنا نعرف وليد بن طلال، نعرف الهالة اللي موجودة عنده ونعرف الكاريزما اللي موجودة عنده، ومع ذلك تحس أنه مو موجود والشغل ماشي، ويطلع في أوقات بس تلقى مع الجماهير وإني موجود معاكم ومتابع العمل. بالتأكيد لما تشوف المنظومة الإدارية هذه وتشوف الجلبة اللي حولها وعزلهم، عزلهم عن جميع اللي قاعد يحدث. أنا إحنا نتذكر 2014 2017 كيف الهلال لما يفوز في مباراة كيف يتسابقون أنهم مخاطبة الجمهور وكسب التعاطف الجماهيري وتصفية الحسابات، وإحنا والجمهور الهلالي يستحق، ودعوات وتحضر الجمهور الهلالي، تلاقي يعني تستغرب من حالة الفرح. الآن بصراحة أغلب الجماهير حالة الصمت اللي قاعد تصير، التركيز العالي، زي ما في تركيز من اللاعبين في تركيز برضو من الإدارة. أنت لو تلاحظ حتى إدارة الهلال بتلاحظها مثلا الهجمة اللي قاعد صارت على الفرج، المدرب هو اللي مع ذلك والفرج جالس يمشي ويلعب أساسه وراهنوا عليه ومشوا فيه. إحضار المحور كويلار فجأة كذا أحضرت المحور، فعلا أنت محتاجه موجود خصوصا في الدوري. عملية التدوير اللي قاعدة تصير في بداية الموسم، أنا أتذكر إن كان في غضب على الإدارة أنها والله ترى مي القضية قضية بس تعاقدات، الآن يتغنون بالتعاقدات هذه، لأن فعلا أنت إذا أسست القاعدة الإدارية للفريق طبيعي جدا هذا ينعكس على المستوى الفني. فلذلك بالأسلوب هذا وبالصمت هذا وبالخبرة هذه أنا أتوقع الهلال راح يوصل أبعد من كذا. عبد الله، يعني في ثقافة الهلال التميز شيء مو جديد، استمرار التميز ثقافة هلالية، أنا قلتها أكثر من مرة، أنا مش هلالي والانتماء لا يتعارض أبدا مع المصداقية. الهلال مميز جدا مع سلسلة إدارات منذ مدة طويلة، الإدارة زيها زي إدارة الاتحاد والأهلي والنصر، إدارة بدون خبرة، لكن لأنه البيت الهلالي وجدت الأوراق مرتبة، وجدت السياق طبيعي جدا، أعضاء الشرف في الفترات الماضية الإدارات كلها عملت لصالح الفريق، كلها أضافت، كلها ما جاءت زي ما يقولوا أم لعنة التي قبلها، لا، كل واحد بيكمل الثاني، كل واحد يشتغل فعلا بطريقة عشان مصلحة ناديه. الكل في أنديتنا السعودية يظهر فجأة ويختفي بسبب مشاكل إدارية، لكن في الهلال الأقل مشاكل، حتى مشاكله تخلص بطريقة عجيبة. إن كانت ظهرت مشاكل عند أعضاء الشرف بكل أناقة تحل، المشاكل الإدارية الداخلية تفجر مشاكل كبيرة جدا وبسهولة كذا تلاقي المحيط الهلالي الهادئ يستوعب أي مشكلة. هذا الشيء ما هو موجود في كل الأندية الحالية. هذا الشيء خلى أنه في ساحة المنافسات الفرق كلها تطلع عينها عشان تجيب بطولة، لكن الوضع طبيعي أن الهلال يشيل البطولة هو ماشي كل سنة. هذا الشيء خلينا كلنا ما نقول نحسده، نقول خلينا نغبطه. هذا الاستمرار الرائع في ثقافة الهلال وجماهيره على مدى سنوات خلت أمامنا هذا الهلال الزعيم، حتى لو اختلفت قيمة فاتورة البطولات، حتى لو اختلف الدعم. الآن الدعم لأعضاء الشرف كان زمان يشيل الأندية والهلال كان في القمة، اختلف الوضع الآن، صارت التركيبة مختلفة، الهلال لا زال في القمة. هذا تفرد،
في 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 خلينا نقول في ثقافة النجاح في سوق الاستثمار، في سوق التسويق، في التعاقدات، في التعامل الإعلامي، أعتقد أنه برضه هو يقود السوق. إحنا أمام حالة مش بس نقول أنه في ساحة المنافسة هو أفضل السيئين، أنا قلتها هو مميز بنفسه، والدليل خلينا نقول المكان اللي هو وصله في المنافسة، بالإضافة في هذا الموسم الإضافة الكبيرة جدا أنه لمسة الوليد بن طلال، المدرسة اللي يدير فيها الأعمال موجودة بجمال في نادي الهلال، ونتفائل فيها ومتوقع أنها تسير بعيدا بالهلال. مصافحة من برنامج كورة لإدارة الهلال والفريق الهلالي بمناسبة تأهل للمباراة النهائية الآسيوية، فاصل قصير بعد هناك.